أن يتعلموا منه والله نعرفه ربي سبحانه وتعالى. إحنا اليوم أمة ما نش نعرفوها. اليوم كي تجي الهوى نتاعنا والشهوة نتاعنا نقدموا الشهوة والهوى ونخلوا ربي على جهة. علاه؟ لأننا ربي رانا دايرينو الأخر. إحنا الصلاة رانا دايرينها هواية. كي نكون مع العشية إلا كفاني وقت وخرجت من الخدمة راني نكركر كاش بليغة ونروح الجامع. إلا ما كاش الخدمة هي الأولى. ومن بعد ندخل على 11 ولا من الظهر العصر المغرب العشاء وممكن ممكن الصباح خرجت روطار مازال ما صليتش الصبح. هذه إلا كنت نصلي. تسمى العشية المهم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. علاه ما صليتش؟ كنت مشغول ولا غير الصباط ما نحيتوش وكانوا حوايجي مسخين وكذا وكنت لابس لبسات على الخدمة وكنت منا وكذا ومنا ومشغول مشغول. الله غالب ما صليتش. آخر حاجة في حياتنا الصلاة، آخر حاجة. حتى ولات الصلاة كالشاي. كيما الشاي ولا القهوة. كي تكون قاعد في الجماعة وتقول له نصلوا زعما كاش عقد شرعي ولا جنازة ولا في وليمة ولا تقول لهم جماعة يصلوا. هيا فلان يتوضا تصلي معنا احنا نصلوا العصر. يقول لك انا ما نصليش. شغل كل يقول لا تشرب قهوه قال لك انا ما نشربش. ولات لنا شغل عادي. شغل بالنسبه لنا الصلاه هي عباره عن هوايه. واحد يحب يصلي واحد يحب ما يصليش. صلي بلا مزيتك. تصلي وتصلي وتصلي واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. لازم تكون عبدا لله والا فانت في جهنم. نسال الله السلامه والعافيه وربي يعافيك. اذا الانسان واجب عليه أنه يتوب إلى الله، واجب عليه أنه يصلي، واجب عليه أن يجعل الله هو أول حاجة في حياته، أول محبوب في حياته هو الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى أحدكم حتى يكون أحب يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني يكون ربي والرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من نفسك ومالك وولدك والناس أجمعين كما في حديث عمر. يعني نفسك شفت نفسك ربي أولى والنبي عليه الصلاة والسلام ثم نفسك. فالله عز وجل أول المحبوبين عندك. وكيفش تولي تحبه أنت وما تعرفوش؟ كيفش تولي تحب ربي وتقدم حاجة؟ كي يجو إنسان عطاوك رشوة قالوا لك هاك نعطولك هذية وفوت لنا الملف. انت راك في امتحان، انت راك في امتحان، امتحان امام شهوة المال. شكون هذا اللي ما يسحقش المال؟ المرفه يسحق المال، الناس كاع تحب المال. يشيب ابن ادم ويشيب معه اثنان. يشيب الانسان يشيب يكبر ويكبروا معه زوج حوايج، حب المال وحب الحياة. يبقى دائما يحبهم شهوة. يموت عليهم دراهم وانت قاعد شهر 3 ملايين ولا 4 ملايين ولا 5 ملايين ولا 6 ملايين ويجيك واحد يقول لك شوف الملف هذا تجوز هنا ونعطوا لك 120 مليون. امتحان. هذا الامتحان واش معناتها امتحان؟ امتحان معناتها يا ربي يا الرشوه. هذا هو امتحان. يا ربي يا الرشوه خير. دائما حط الله في الجهه المقابله تاع الحرام. اما رضا الله واما تدي رشوه. خير واش تخيرت درك انت الان؟ اذا تعرف ربي مليح وتعرفت عليه في حياتك اليوميه ودوك نتكلموا كيفاش نعرفوه. راك تقول لي انا ربي نعرفه مليح وعندي علاقه معه خاصه وما كاش حاجه نقدر نقدمها على الله وانا ما دامني مسلم والاسلام يشترط لي انني اول من اقدمه هو الله. الرشوه هذه والله تكون ملايير والله ما نديها. هذا الموقف الايماني الصحيح. الان اللي راه يدي رشوه واش معناتها؟ ما يعرفش الله. كي ما يعرفوش هذيك الرشوه هذه الرشوه وهنا رضا الله. الان يدير في باله باللي الرزق هذاك الحرام يداه وكان خلاه يديه بالحلال. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا فلا يحملنكم استبطاء الرزق ان تاخذوه بمعصيه الله. إن نفسا لن تؤمن أن لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. فلا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله. إذا الرزق راح يجيك أنت. واللي يمد لك الرزق هذاك شكون؟ الله. إذا أنا نربح اللي يرزق خير من اللي نروح للرزق. اللي يرزق في يده الرزق هذاك. إذا نربحه هو باش الرزق يبقى ماشي على طول ويبقى حلال على طول. وتبقى العبودية وأنا أعيش في حياتي اليومية تبقى عبودية. هذه العبادة. هذه العبادة
التي تتجلى فيها زكاتك وصلاتك وعمرتك وسجودك وذكرك وقراءتك القرآن وصيامك. شفت هذا قال لك الدرهم كامل يتجلى غير في موقف كما هذا برك. النظر الحرام وانت برا وتسمع طقطقة امرأة راح تمر عليك امتحان، تقول دوك نشوف ونشوف، نرمي عيني ما نرميش عيني، الله يراني. ألم يعلم أن الله يرى؟ خلاص أنا ملك لله نكمل والله ما يشوف. يبدلك الله. قال ابن القيم رحمه الله: من ترك النظر إلى الحرام قذف الله في قلبه حلاوة لا يجدها في غيره. يعطيك ربي وعد الحلاوة عجيبة جدا. الأمر الآخر، ناس راهي ترتكب الفاحشة، ناس راهي تسب الله، هل هؤلاء يعرفون الله؟ الناس الذين يتمردون على الله، ينحرفون، يتفننون في التفلت من أوامر الله. وحنا ذكرنا ما قبل في هذا الدرس كم من مرة، وقلنا أن من عرف الآمر، من يعرف الآمر ربي كي يعرفه يتفانى في تطبيق الأوامر، ومن لا يعرف الآمر غير شكل برك هذا ربي وحنا عباد الله وهذا ربي وحنا عباده وكذا، غير الكلام فوق الفوق، غير ربي وخلاص، هذا ما كان نعرفه سطحيا، حتى لا يقال، حتى لا يقال إلا الله الله في آخر الزمان. كيقولوا الناس ما يعرفوش ربي، واش يقولوا؟ يقولوا واش معناتها لا إله الله؟ الله الله، هذا ما كان، غير كاين الدين يقولوا فيه الله وخلاص، هذا ما كان، ما يعرفوش الدين، يقولوا ما يعرفوا والو الدين، ولا يدرون لا ما صلاة ولا زكاة، ما يعرفوش الناس. هذا الإنسان الذي يعرف الله تبارك وتعالى معرفة حقيقية، واش يولي؟ يولي يتفانى، يفني عمره باش يطبق أمر الله. ولذلك الصحابة كانوا يصومون في الهواجر، الشمس تحرق وكذا وصايم، على يفني في عمره على جان ربي سبحانه وتعالى، ويروح يجهدوا في سبيل الله ويقاتلوا ويخلوا أموالهم وأنفسهم وزوجاتهم. هذاك الحنظلة رضي الله تعالى عنه في أحد، خرج في ليلة دخلته، خرج في ليلة دخلة، خلى عروسة جديدة وكذا وخرج وراح، وغسلته الملائكة، مات جنوبا من زوجته، غسلته الملائكة، عريس جديد جاي للدنيا يتكلم عن الجهاد. وش من نفوس هذه؟ نفوس عرفت الله، كي يعرفوا الله سبحانه وتعالى أفنوا نفوسهم في طاعة ربهم سبحانه وتعالى. احنا اليوم ما عرفناش ربي واش درنا، تفننا في التفلت من الأوامر، نتفنوا فن نديروا عند عندي ما حبيت نجيب حاجة، نروح ندخل الانترنت ونبدا اي كاين فتوى يقول لك حلال، انا لقيت واحد الفتوى في الانترنت كاين واحد الشيخ هكذا سمعتهم يقولوا حلال، ولو نقراها في التعليقات نتاع الناس حلال، هم يقولوا حلال، او كاين واحد العلماء يقولوا حلال، وندخل من تما ندي الحلال، وين لقيت الحلال نديه. من تتبع رخص العلماء تزندق، يولي زنديق، نسال الله السلامه والعافيه. اسمه هنا حلال وهنا حلال وهنا حلال، هذا نسميه الدين المجون. تتبع الحلال وتركيب الفتاوى على المذاهب يسمى دين المجون.